500 مرة اقول لك المكان ده مكان طرف، وعشان تقعد هنا لازم تقعد بأدب. في ناس كتير بتسكر هنا عشان تقعد في الطرف. ولا اقول لك حاجة، تحب تروح على أدب؟ أنا أصلا كل يوم هنا عندك ثلاثة برامج. شوف لك مطرح تاني يا نعمان، باشا مستني واحد صاحبه. باشا يقمر بيرة تاني ولا يحب أغير له المزة؟ لا بيرة إيه؟ بيرة بتنفخ، تخلي الواحد يروح الحمام كتير. طب ما تطلب ويسكي يا باشا. لا ويسكي؟ أنا لو خدت ويسكي عندكم هنا أخرج ألاقي الدنيا ضلمة، وهتفضل ضلمة على طول. دمك عسل يا باشا. طب ما تروح بارات الفنادق، بارات الخمس نجوم، ما أنت قادر. بصي، الخمرة مش هي مزاجي، وأنت عارفة. ما أنا لسه بفكر. بس أنا مش محتاجة تفكير. هما كسين هناخدهم مع بعض. بس اذا كان كده يبقى فوت عليك في المكتب، مش كده؟ امتى؟ بكره، بعده، مهم يكون مزاجي رايق. بكره روح هات الحساب. تحت امرك. ابعت 6 صناديق. بس كتر البير عشان عليها ضغط الايام دي. بس ما تاخروش علينا. حساب ترابيزة 9. ايه حكاية ترابيزة 9؟ حيرتونا معاكم، تعملنا معاهم دغري، تقولوا شوية لطافة. راجل محترم وزبون ايده فرطة، فيها ايه لما اتكلم معاه دقيقة؟ بقولك ايه؟ أنا ما أحبش حاجة تحصل من ورا ظهري أبدا. ده هنا بس، لكن برا أنا حر. أحاسب وأرجع لك. طب حاسبي. لا بتمار كان عايزه اني تلتالي مور امور ابريدي الله يو بتمار كان عايزه. صباح الخير يا دولة. وراك ايه النهارده عشان كل الشياكة اللي انت فيها دي؟ أمري غريب يا دولة يا أختي، ما أنا طول عمري كده. أنا نفسي أفهم أنت كل يوم بتنزل تروح فين؟ الحمد لله إنك أنت أختي مش مراتي. إحنا بالنهار هروح فين؟ هروح المكتب طبعًا. شكلك عايزة حاجة. طبعًا. وأنت بتتمشى في الشارع زي كل يوم، تتفرج على الستات. وبعدين معاك يا دولة. يا زكي أنا أختك يا زكي. أختك يعني أكتر واحدة عارفة أنت بتعمل إيه كل يوم. عايزة إيه؟ الخاتم الألماس بتاعي عند بابا زيان الجواهرجي بيصلحه، عدي استلمه منه. حاضر، أول حاجة هعملها النهاردة أخد الخاتم، وهدفع الحساب كمان. ازيك يا موندي؟ مع الفل يا زكي باشا. سعد الباشا، زكي باشا. ازيك يا حسونه؟ مالك؟ المسائل مش متظبطه معايا يا باشا. مسائل ايه اللي مش متظبطه؟ المسائل اياها يا باشا، وبعدين ما عليك سيدي العارفين، وانا يا دوب بقالي شهر واحد بس متجوز، لكن حاسس اني مش مظبوط. والله مش مظبوط وانت في السن ده؟ اكيد في حاجه غلط، عندك مشاكل؟ هو في حد في الدنيا يا باشا ما عندوش مشاكل؟ انا بكلمك على مشاكلك انت، مالكش دعوه بمشاكل الناس التانيه. عليا ديون لناس نزله مش مبطلين زن، وصاحب الشغل كرفني من الشغل مش عارف ليه، ده غير حماتي يا باشا، قاعده معانا في السجن كاتمه على نفسنا. أختي جوزها مطلقها ومعاها منه 3. الله، كل البلاوي اللي عندك دي وعايز تبقى كويس مع مراتك، مش ممكن يا ابني، مستحيل. ما أنا بقول لو حضرتك معاك حباية كده ولا كده، أصل هم قالوا لي يعني إنها. قالوا لك إيه؟ الحبوب اللي في سنك ده يبقى انتحار مؤكد.
بص اسمع، كل البرشام وكل الدهانات اللي في الدنيا مش هتعمل معاك نتيجة. هنا لازم يبقى رايق وتمام، طول ما هنا رايق وتمام كله هيبقى تمام. اجري اخلص من همومك وانت هتبقى كويس. يلا ماشي يا باشا. إنما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. أهلا 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 أهلا، إيه الحلاوة دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من أهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب. المهم إن هو مكان آمن ومريح ودمه خفيف. أنا كنت خايف لما نجيش. أنا لما أوعد ما أخلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصورة دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف اليمين قدام جلالة الملك. تلج كان أول مرة يمسك فيها وزارة الأشغال العمومية. عشان كده وافقت أجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجة أفتخر بيها. اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي بدل الهم اللي انا فيه. واديك بتشوف الاشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن اذنك. كله تمام يا سعادة الباشا. أنا هغيب ساعتين ثلاثة كده، هقابل ملاك أخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي انا عرفت ستات بعدد شعر راسي من الاميرات للخدمات بشرفي. ما شفت زيك يا راجل. بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس. خرج هيتاخر هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسه ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجه مهندسين، محتاجه صيع حراميه. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. ازيك يا باشا؟ يا باشا سيادتك تعبان. انت تعبان؟ اجيب دكتور؟ الساعة كام؟ 7:30. الساعة بتاعتي فين؟
في حاجة يا باشا؟ المحفظة بتاعتي كان فيها 900 جنيه. أنا سرقت يا فانوس. البنت خدت كل حاجة. خدت الخاتم بتاع دولة أختي. وخدت طقم إقلام دهب. موميس تاخد طقم إقلام دهب تعمل بيه إيه؟ يا هتبيعه يا هتديه لعشيقة. إحنا نبلغ البوليس. بوليس إيه؟ أنت حمار. أقول لهم إيه؟ مش مهم الفلوس. المهم الخادم بتاع دولة لازم يرجع. مساء الخير. مساء الخير علي. امال فين شارع هدى شعراوي؟ لا ما عارفش. هو حضرة الغريب مش من هنا ولا؟ لا من هنا بس ساعات كده الواحد دماغه بتلف. والله يا باشا انا ما عارفش حاجه عن الشوارع دي كلها. مكان ما بيوقفونا بنقف. يعني بتفضل طول الليل واقف؟ مكتوب علينا يا بيه. ما تقدرش تقعد؟ يا ابوي لو اتعكشت قاعد ولا نايم فيها جيزه طوالي. بس تقدر تتمشى؟ في محل خدمتي. انت باين عليك شاب ممتاز واصيل كمان. ربنا يكرم قصدك ساعه الدين. اتمشى معايا كم متر كده. ما قلت سعادتك. تعال تعال امسك. لا ما قدرش. ممنوع سعادتك يعني ناخد اي حاجه من اي حد. انت اسمك ايه؟ عبد رب عبد الباري يا بيه. عاشت الاسامي. بص يا عبد رب، اولا انا مش اي حد. ثانيا مفيش حد شايف. امسك بقى امسك ما تزعلنيش. بس ده كتير يا بيه. والله ما في حد بيعمل كده خالص. انا انا اصلي عبد رب وبحب اسعد الناس. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اما تعرفني كويس هتتاكد بنفسك. ربنا يبارك في سعادتك سعاده البيه. كنت فين يا سعادة الباشا؟ مساء الخير يا دولة. مساء الخير يا دولة؟ أنت إيه حكايتك بالظبط؟ أنت فاكر نفسك ساكن في أوتيل ولا في بانسيون؟ استنى هنا كلمني. أيوة دولة. أنت عارف الساعة كام دلوقتي؟ بقى لي 4 ساعات مرزوعة مستنياك وخايفة عليك. أنت فاكراني عيل صغير. أنا هشيل همك ولا هم الأمراض اللي في جتتي؟ دولة أنا تعبان وعايز أستريح. تعبان يا باشا؟ تعبان من ايه يا باشا؟ من الجري ورا النسوان الزباله في الشوارع والبارات الوسخه؟ طب راعي سنك يا راجل يا اللي ما بتخدشيش. ده انت رجل على باب الاوضه ورجل على باب القبر يا زكي. اعمل حساب لربنا في اخر ايامك. وبعدين تبقى مجنون يا زكي. مجنون لو تتصور ان في واحده ست ممكن تعبرك انت وتبص لك يا ناقص يا شايب يا عايب. الالماس بتاعي يا سكر يا منحل وتكذب عليا وتقولي لسه ما روحتش للجوه هرجي. احترم نفسك يا دولة. مين اللي احترم نفسه يا هزو؟ وديت الخاتم فين؟ اديته لانهي صفيحه زباله يا اللي خليت اسمي اكبر عيله في مصر تحت الرجلين. اخرج بره بيتي. بيتك ايه يا دولة؟ البيت ده بيت انا، بيت الدسوقي باشا. الدسوقي باشا اللي انت وسخت اسمه. انت اوسخ مني. على الاقل لو وسخت كانت بره بيت العيله، انما انت وسخت كانت هنا. عدد الرجال اللي دخل الشقه دي عشان يناموا معاكي ابطا من اعضاء حزب الوفد القديم والجديد. انت مخي خلاص بقى عجين. انت مكانك مش هنا، مكانك مستشفى المجانين. لما مستشفى المجانين مكاني، امال انت مكانك يبقى فين؟ ها؟ في البارات الوسخه طبعا. اقعد مع الجرابيع اللي بقيت زيهم ولا انزل روح الشوارع؟ الشوارع اجري يلا اجري ورا النسوان اللي بتدور عليهم. اخرج بره بيتي. تاني بيتك؟ انا صاحب البيت ده وانت اللي ضيفه.
بس طفله ثقيله ورزله. انا ما عادش مستعملك يا دولت. ولا انا يا اخي. يلا اخرج اخرج بقى، ما بقاش دولت بنت تسوقي باشا بخليتك عبر سكان العماره. يلا يلا. ايه يا اخوانا؟ مفيش حاجه، اخ واخت بيتخانقوا. وانتوا عارفين دولت طول عمرها مجنونه. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, là j'aurai pour la vie. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots d'aide tous les jours. في تمثيليه نكد. هو في نكد بس من غير تمثيليه. كله على ده لازمتك زي ما انت بتقول. يلا تعالى نقعد على الترابيزه. اتخانقت مع دولت. مش جديد طول عمركم كده؟ طردتني من البيت. مجنونة. بس طيب المرة دي عملت حاجة كبيرة؟ ضيعت لها الخاتم بتاعها. أنا مستعد أجيب لها خاتم أحسن منه. هو زكي تري أونتو؟ نو. الست ممكن تنسى عشائها، جوزها، أبوها، إنما مجوهرات؟ نو. ما تسألنيش. كريستين لو قلت لك إن دولة بترسم من زمان عشان تطردني من الشقة تعمل بيها إيه؟ تاخدها. لما تاخدها تعمل ايه؟ هتديها لاولادها. ما ان انا لو مت دوره هتاخد كل حاجه. هي الوريث الوحيد ليا. هي اكبر منك، هي ممكن تموت قبليك، انت تورثها. ما ساعتها اولادها هيورثوا نصيبها. انا مش عارف هي بتعمل كده ليه. ما انا شايفه غير كده زكي خالص. هي دلوقتي زمانها هاديه، وانا هكلم معاها في التليفون وكل شيء يبقى تمام. تبيش نفسك، انا عارفها. رهان على ازازه بلاك؟ يا فولبر دي، بس انا هكلمها. خلاص يا مدام كريستين، خلاص الموضوع ده انتهى. خلاص اي كلام فيه مش هيغير اي حاجه من اللي حاصل. ايوه حبيبتي، بس ده بيته زي ما هو بيتك بالظبط. لا 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 يا مدام، لازم حضرتك تبقي فاهمه، زكي مش هيدخل الشقه دي تاني طول ما انا عايشه وحتى بعد ما اموت كمان. طب اهدى نعم. مش عايزه اسمع انا حاجه. من فضلك عشان خاطري. نعم. انت مين انت عشان يبقى لك خاطر اصلا؟ انت فاكره نفسك ايه؟ انت كلك واحده من عشيقاته. اوعي تكوني فاكره نفسك رئيسه الانرويل. كالانرويل؟ انا كريستين. انت بتكلمي ازاي انت؟ لا 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 لا، بقول لك ايه، انت بدل ما تضيعي وقتك معايا ها روحي شوفي زباينك. يلا يلا يلا، لا يكون حد عايز حاجه. يلا. زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا؟ انا كنت فاكره انها مجنونه، بس طلعت كلبه واطيه. وهي تموت قبليك ان شاء الله.
اهلا 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 حاتم بيه، اهلا اهلا، منور منور خالص، لمبه 1000 واط، شمس وقمر مع بعض، اهلا بيه عزيز. خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشوربه حاتم بيه ويسكي، والاستاذ ويسكي برضو، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي الشط بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عمر. يا باشا والله ما كان ليه لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبد، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعاده الباشا. باشا هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبدو، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذة، حاجات لذيذة جدا، ألذ حاجة في الحياة. عارفها يا بيه، بس أنا مرت في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكرة أغلب الستات ما بيكونوش لذاذ أوي. مش ايدك يا بيه. اهدى اهدى يا عبدو، الناس بتبص علينا. خليك عادي خليك عادي خالص. سمعت عبد الرب؟ عبد الرب ايه؟ انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحه؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك، بس انا الاذيه مش طبيعي. تقدر تقول لي هتروح فين دلوقتي؟ هروح في نصيبك. يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص خلاص، تعالى اتنيل تاوى لحد الصبح، والصبح بقى اروح لحالك. يلا. ايه هتاقي سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بيقدر المسؤوليه. في ايه يعني كل واحد يتاكد ان قافل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تلف. اهلا حاتم بيه. مش ممكن سكان العماره واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. اه ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معايا. اه معاه اه معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه. ما تطلع يا ابني جنين الاسانسير من فوق. لما حاتم بيقوم. اه لما حاتم بيقرا امر حاتم بيه يجيب الاسانسير من فوق. ما تخافش مش هيحصل له حاجه، زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا اطلع يا عبد الرب. اطلع يا عبد الرب. اوبا شفت الواد؟ الواد طلع طالعه عمل سبرنت نمر. اي والله نمر، واد جامد. اه انت ابن حلال تستاهل كل خير. ليلتك فل يا حاتم بيه. ما ليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. فانوس فانوس نوم العوافي يا سعادة الباشا. ايه الشنط دي؟ اخت سعادتك اللي بعتتهم يا باشا. روح اعمل لي فنجان قهوة. أخت ساعتك غيرت كالون الشقة وركبت ترابيس. الواد اللي جاب الشنط هو اللي قال كده. أيوة دولة يا دولة، إحنا إخوان، مش ممكن الأمور توصل بيننا للحالة المؤسفة دي. دولة Thank you.
اتفضل يا باشا. ايه ده؟ ده جورنال حاتم بيه رشيد بقى بيبعت لنا نسخه دلوقتي. حطها عندي. وايه الدق اللي فوق ده؟ ايه الفوضى دي؟ ده الحاج محمد باشا عزام بيعمل تجديدات في شقته، يا ريت سعادتك تكلمه. انا اكلم مين؟ عزام باشا. عزام باشا؟ من امتى عزام بقى باشا؟ ده انا شايفه بعيني بيمسح جزم قدام الامريكيين. معقول يا باشا؟ ده نص شارع سليمان باشا ملكه. انت مش مصدقني؟ لا انا مصدقك وكل حاجه، بس ازاي مسح جزم يبقى عنده كل المحلات والاملاك والفلوس دي كلها؟ لو كنت اعرف كنت قلت لك، كان زمان ربنا تاب عليك من الخدمه في البيوت وبقيت زيه. روح انت قول له، قول له الباشا بيقول لك بطلوا ده وشوف مين اللي على الباب. عزام باشا. مش دي شقة زكي الدسوقي؟ زكي باشا. خلاص ما تزعلش، زكي باشا. أنا بقى يا سيدي محضر ومعايا إعلان للباشا بتاعك. ها؟ تحب أنت تستلمه ولا تخلي الباشا يجي يستلمه؟ أنا بقيت سفيه ومجنون يا فانوس. يقول عليك كده يا باشا؟ يبقى هو اللي سفيه ومعتوه ومجنون كمان. دولة أختي رفع عليا قضية حبر، بتقول إن أنا سفيه ومجنون. حسين يا أخت سعادتك، أنا ما أقدرش أغلط. دولة ما بقتش مفترية وبس، بقت مفترية ومجنونة. المسألة مش زي ما أنت متصور يا زكي باشا، يعني القضايا المتبادلة اللي بينك وبين أختك مش هتخلص في يوم وليلة. هي رفع عليك قضية بتاعت حجل، ودي هتاخد لها يمكن سنين لما تخلص، وأنت رافع عليها قضية عشان تثبت حقك في شقة بيتلر، دي يمكن تاخد لها سنة ولا سنتين. معقولة مسيو فكري؟ يا مدام كريستين، دي بلدنا وإحنا عارفينها كويس. طب والعمل يا متر؟ هقول لك، بس ما تقولش ان انا اللي قلت لك. بلطجيه بلطجيه يقتحموا الشقه باي طريقه، يكسروا الباب، يهدوا حيطه، المهم ان هم يحتلوها وحضرتك تخش تسكن عادي. طبعا هي مش هتسكت، هترفع قضيه. حلني بقى لو اتحكم فيها، دي يمكن تموت قبل ما يصدر فيها حكم. مفيش حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد. أنا ما أقدرش أعمل كده. بس أختك شريرة، قالت ري ميشانت. إحنا ولاد عبد العال باشا، ولاد الباشوات ما يعملوش في بعض كده. بس أنت ضحية. حتى لو كنت ضحية، دولة أختي برضه لازم أستعملها، وعلى العموم أنا مش في الشارع. بلطو بتاع فين؟ أنا فين يا زكي باشا؟ زكي. زكي زكي، أنا عمري ما شفتك كده، وعمري ما شفتك سايب نفسك بالطريقة دي. في إيه؟ أنا ليه ما اتجوزتش؟ كان ممكن يبقى عندي أولاد، وأكيد الأولاد كانوا هيغيروا حياتي. طبعا هتقولي لي أنا كنت قدامك، لكن تقولي إيه بقى لقلة العقل؟ كريستين، أنا خفت أتجوزك لأخدك بعديها، أنا ضعيف قدام أي ناس. في ساعتها كنت هتكرهني، ودي الحاجة الوحيدة اللي كنتش أقدر أستحملها. كنت هسامحك. بتهيألك أنا مشكلتي اللي كان في حاجات مهمة جدا قدام عينيا وما عرفتش أشوفها، أو شفتها بعد فوات الأول. أنا همشي. هوصلك. أنا عمري ما أذيت حد. أنا ما أنزلش من نفسي. حتى الستات اللي أنا عرفتهم برضاهم. كانوا يدخلوا عندي ويخرجوا مبسوطين آخر المسار. عشان كده ربنا هيحاسبني برحمة كبيرة. هيعمل لي أكبر نسبة خصم. 20%، 30%، 50%. ما تخليهم 100%. أنت غفور. رحيم.
امال فين فانوس؟ طلع شويه عند ملاك اخوه. والله ريحه الشقه اتغيرت من ساعه ما دخلتيها يا ابو زينب. ده من ذوقك يا باشا. ايه الاخبار؟ بتاع النور جه وحاسبته، مدام كريستين سالت على حضرتك في التليفون، والحلاق بتاع حضرتك بيسال يعدي امتى. والاستاذ فكري عبد الشهيد المحامي اتصل وبيقول انه حضر جلسه القضيه وانها اتاجلت، بيقول لك لما يشوفك هيبقى يقول لك على كل حاجه. هو حد رفع لحضرتك قضيه يا باشا؟ لا ده حاجه هايفه. دوله اختي رفع عليها قضيه. زمان ايه الاخبار ده للاخت ترفع قضيه على اخوها؟ ده حضرتك سندها. بكره تعال. ربنا يهدي العاصي. حضرتك عايز مني حاجه يا باشا؟ لا بس مع السلامه. اشوف حضرتك على خير. مع السلامه. حسينة انت بنت ممتازه وانا ارتحت لك، يا ريت تبقى موجوده معايا على طول. يا باشا انا مع حضرتك طول ما انت راضي عني، وحضرتك مغرقني بخيرك وبتعاملني احسن معامله. حسينة اوعي تفهميني غلط، ربنا خلق الجمال علشان الناس تشوفه وتحبه وتحترمه. قصدك ايه يا باشا؟ قصدي انك انت جميله، بس محتاجة لمسة فنان. ممكن تسيبي لنفسك؟ يا باشا أنا واخدة على نفسي عهد وعمري ما أقول لحضرتك لا. ممكن أغير لك تسريحة شعرك؟ عايزة يبقى شكله إيه يا باشا؟ ذوق بشوات. يلا روح عشان اتاخرت. محترم ما يقبلش بقله الحياه. ايه اللي عاجبك يا باشا في الكلام الفاضي بتاع الراجل؟ استنى لما نشوف الزمن وهو بيخيب. بنات ام احمد بنات مشخلعه عريانين مش عارف جايبينهم منين. ودلوقتي التلفزيون في كل بيت، وفي كل بيت في بناتنا واولادنا وستاتنا، فلا بد. انت اصلك بنت امبارح. العضو المحترم اللي كان بيتكلم ده كان بيمسح جزم على ناصية الشارع. انت بتشرب كتير قوي يا باشا، وكمان بدري قوي، ناس بتشرب في الليل المتاخر. ده احنا بنتسلى. تشربي معايا؟ لا يا باشا شكرا. عمرك ما شربتي؟ عمري، والافلام اللي بنشوفها في التلفزيون علمتني. عايز نشرب حاجه اصفره؟ بص انا هديكي فكره، هو في الاول بيبقى مر قوي، بس بعد كده بيخلي الواحد مبسوط. والله لو قلت لي ايه؟ خساره. ولا خساره ولا حاجه. انا قصدي يعني خساره على الفرق اللي بيننا وبين الخواجات. الخواجات بيقدروا الخمره ويعزوها، احنا هنا بنقدر الحشيش. فرق كبير بين الاثنين. يا زكي باشا انا لا ليا في ده ولا ليا في ده، حضرتك اللي عايش زي الخواجات. بصي بقى، لو كنت غالي عندك بلاش حضرتك دي، ها؟ اي نعم انا راجل كبير، بس ما تقعديش تفكريني كل شويه، ها؟ قولي لي يا زكي. هقول يا زكي باشا. زي بعض. اللي انا عايز اقوله ان عيشه الخواجات ما هياش بدعه، انا كنت واحد منهم. انا عشت وتعلمت بباريس. باريس انا اعرفها زي ما بعرف القاهره بالظبط. بيقولوا باريس حلوه. الا حلوه، باريس هي الدنيا كلها. طب وسبتها ليه؟ كنت تفضل هناك فقري او زي ما بتقولي كده يعني خيابه او اسمه ونصيب. شكل كده عايز تسافري، ها؟ يا ريت. تحب تسافري فين؟ اي حته بعيد عن المخروبه دي. انت بتكرهي بلدك؟ وانا شفت منها حاجه حلوه عشان احبها. حسينة انت فعلا فقيره، بس الفقر عمره ما كان له علاقه بالوطنيه. وطنيه ايه يا زكي باشا؟ وانا لوحدي اللي عايزه هج؟ ده كل الناس. عارف لو كانت الدنيا زي زمان، زمان قوي قبل ما يخترعوا الجوازات والتاشيرات، كان كل اهل البلد خدوا في وشهم وسابوه. اللي ملوش خير في بلده ملوش خير في حد. علشان حضرتك عايش فيها باشا. انت ايه مشاكلك؟ الست اختك متخانقه معاك؟ وايه يعني؟ الدور والبيع اللي مش لاقيين ياكلوا هم وعيالهم. على الناس اللي دايره بتلف في الشوارع بتدور على شغلانه ومحدش معبرها. الناس اللي مستحمله الذل والاهانه سواء وهي قاعده ولا وهي ماشيه. انت اصلك بتمشي بشارع سليمان، بس اخطف رجل لغايه اي حته تانيه وشوف اللي بيحصل. يا باشا مصر بقت قاسيه قوي على اهلها، عشان كده الكل عايز يسيبها.
مش كره فيها، بس ما حدش قادر يتحمل ظلمها. انت ايه اللي خلاكي تقومي تقفي؟ عشان في الشغل. كانش ينفع وانت قاعده؟ على العموم انا السبب في العقنانه دي، عشان فتحت الموضوع الغامق ده. بصي انا هطلعك من المود ده خالص. هتسمعي اجمل صوت في الدنيا، مطربه فرنسويه اسمها ايديت بياف. اسمع عنها؟ انا ما اعرفش فرنساوي اصلا. مش مهم تكوني تعرفي فرنساوي، المهم تحسي بجمال الصوت، حلاوة الأداء، لحن البديع. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul bloc. L'ornée dit m'tfakarni b'ayam jamila. Tes zikrat hilwa. L'ornée dit t'tkalem an bint waqfa fwost az-zahama. Az-zahama dafa'tha b'eid. Lat nafsaha fi wash wahed ma ta'rafnish. Bas hasset nahyatou b'ahsis ghareeb. Hasset inna aaza ta'ish ma'a l'omr. العمر كله تعيش معاه. وقت الزحمة رجعت تاني، عديت عنه عشان تحس بالوحدة. سارة تعال، عينيكي حلوة جدا. أول مرة حد يشوف عينيا على حقيقة. خلي بالك لازم نبدأ أصحاب. طبعا صح. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading but I linger on dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they'll be, dream a little dream of me. Ba-da-da. مصحف انك كنت تعرف مدام كريستين دي، ده زي ما تكون بتغني لك مخصوص. هي بتغني لينا احنا الاثنين. مفيش واحدة ست في الدنيا بتنسى اللي حباه وحبته. عندك حق. بس أنا وكريستين اتعاملنا مع بعض بمنطق الخوالات. العشق اللي بينا تحول إلى صداقة. صعب إن اتنين بيحبوا بعض وأعداء حتى لو بعدوا عن بعض. تعرف يا زكي باشا، انا لو لقيت حد زيك كده بالظبط بس على صغير اتجوزه على طول. زي على صغير ما تلاقيش يا جميلاتي، احنا اخر الرجال المعطوب. اوعى تقول لي غني تاني. انا مستعد اسمعك طول الليل. كريستين، انت الذكريات الحلوه في حياتي كلها.
انت شربت كتير زكي حقيقة. والنبي يا مدام عشان خاطر يشيل الازازه دي من قدامه يا رب يخليك، انت بس اللي تقدري عليه. بس طوح دي كانت احسن من باريس. كانت الموضه تنزل هنا قبل ما تنزل باريس. الشوارع كانت نظيفه زي الفل، الاسم كل يوم، المحلات كانت فخمه، والناس كانوا مؤدبين. زكي باشا نكمل كلامنا لما نطلع فوق، الناس بتبص علينا. يبص علينا ليه؟ يبص على البلد اللي باظت، يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا، دلوقتي بقت مزابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ. انا اقدم واحد في العماره دي، اقدم واحد. احلى ايام عمري عشتها فيها، واحلى ناس عاشوا معايا فيها، من اول الاميرات لغايتك انت يا اميرتي. زكي باشا يلا نطلع فوق وبقول كل اللي نفسك فيه. يلا. انا اقدم واحد في العماره دي، اقدم واحد. ولا ملول عند بلو اسكن بي دريم ليتل دريم اوف مي. انا طالبه منك خدمه يا باشا. اطلب عينيا. طب الشارع سليمان باشا كله. انا اقدم واحد في العماره. انا كنت مقدمه على قرض من البنك ب 5000 جنيه بس قالوا لي لازم يكون في ضامن. انا اضمنك بعمري. ما كنتش انا هضمنك. مين انا هضمنك؟ انا معايا الاوراق، تاخد تمضيها؟ ولا يعملوا عندو أذكروني. بس أنا جبت ال ليه؟ ليه يا باشا؟ في إيه؟ عايز أروح الحمام، عايز اروح الحمام. سلامتك يا باشا، سلامتك يا باشا. تعال 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 يا باشا، سلامتك. الف سلام. سلامتك يا باشا، سلامتك يا باشا. تعال سلامتك يا باشا، الف سلام عليك. انا كويس شوي. كانش ينفع. ليه؟ من زمان كنت عيلة طفلة يعني. وانت لسه طفلة، طفلة كلها أنوثة وحنان وعاطف شهامة. يا ريت ربنا يطول لي في عمري عشان أعيش معاكي أكتر وقت ممكن. ربنا يطول في عمرك. أنا عندي 65 سنة.
ممكن تعيش لحد 100 سنة. أنا مرة سمعت حد في التلفزيون بيقول إن الواحد لما بيحب الدنيا هي كمان تحبه. مسألة وردة برضو. زكي باشا، أنا حبيتك عشان أنت احترمتني، حافظت عليا، عمرك ما كنت خسيس. ما تيجي نسافر كمان أسبوع أسبوعين؟ هيجي إيراد الأرض، ممكن نسافر باريس. باريس بغي، تتفرج على المطاعم والمحلات والمسارح والمتاحف والغابات اللي برا باريس، نجري ورا بعض هناك. أنا لسه بنت، مسخرة وقلة أدب، كفاية نجاسة يا نجس. إيه؟ في إيه؟ أنت إزاي تخش بيوت الناس من غير إذن كده؟ إحنا بوليس يا حضرت. وقفت بوليس، معك إذن النيابة؟ ده تعلمني شغلي ولا إيه؟ المدام أختك، ومقدمة بلاغ رسمي فيك بإنك بتمارس الفحشاء في بيتها. أختي هي اللي مقدمة البلاغ؟ أوراندا مش بيتها، ده المكتب بتاعي، وهي مش قاعدة معايا. هي اللي فتحت لنا بمفتاحها يا حضرت، وبعدين لو عندك أي كلام عايز تقوله بقوله هناك في المحضر. دي حالة تلبس يا حضرة الظابط. ايوه حالة تلبس. ده انا حوديكم في داهية. ده اعتداء على حرمة البيوت. حرمة البيوت ولا حرمة المومس اللي قاعدة جنبك؟ مومس؟ ده اشرف منك يا شوارعية سفلة يا بنت الكلب. شايف يا حضرة الظابط بيسبني وبيضربني، دي جريمة تانية. اسمي ده في المحضر. اهدي يا مدام، كل ده هيتسبت في المحضر. هاتوا البنت اللي جوه دي على اسم ده مع امك. اوعى، انا مش هخرج من هنا عريان، لا ولا هي، حتى لو بقينا جثث. اوعى حد يهرب من هنا. اعتقد من حقي ان انا استعمل التليفون. بطل دوشه يا روميو، واحد زيك المفروض يتكسف من نفسه. اعرف ان في شبه من الراجل بيترسم على بواك الشاي. على فكره في كتاب اسمه رجوع الشيخ الى صباه، هو ده بقى الشيخ. البلد فيها قانون يا زكي بيه، واللي بيحصل ده جريمه مكتمله الاركان. انا لازم اكلم مساعد وزير الداخليه للتفتيش عشان يجي يشوف صغار ضباط الشرطة بيعملوا ايه في الناس المحترمة. ومين بقى حضرتك؟ انا فكري عبد الشهيد المحامي يا ابني. سمعت عني ولا ما سمعتش؟ الناس دول سابوني يا فكري بيه، وسابوا البنت المسكينة دي. كويس قوي، يبقى نعمل محضر سب وقف من قبل رجال الشرطة الافاضل. في يا دولة، اخوك عمل ايه علشان الاهانة اللي انت بتهينها له دي؟ عموما القانون كفيل إن هو يرجع اعتبار زكي بيه. زينا، اللي احنا شفناه الليله دي ده أحسن الوحش. ده في مصايب اتقل من كده بكتير. وايه كميه الشر اللي عند دوله دي؟ وجابت مفتاح المكتب منين؟ مش فاهم. لازم ننسى اللي حصل لنا الليله دي، لازم ننسى الاهانات اللي احنا شفناها، واللي هنطقم الحسره.
أنا طول عمري كده ماليش وقت، حظي قليل، قليل قوي. اتفضل هناك. بونسوار. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك. لافين روز كريستي. بور توا. Quelque chose.